مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. نحييكم بتحية جميلة وتحية كبيرة من هنا من أرضية ميدان التحدي، بالتحديد دورة البصير. واليوم يوم السودانيات، اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس أيضا 2017 و2018. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، سجل بهذا التحدي، سجل السودانيات الأصايل والأحرار الغادمة من جمهورية السودان بجميع أيضا ميادينها المختلفة، من هنالك ميدان الخرطوم، ميدان أبو طلحة، ميدان أبو دليق، ميدان شندي، ميدان كردفان وجميع الميادين. واليوم يشارك هنا بميدان التحدي، بالتحديد دورة البصير 4 كيلو مترات بتجهيز للموسم الغادم هنالك. ما شاء الله السودانيات الأصايل والحراير والعنافيات، وهنالك من أحد جميع أنواع السودانيات اليوم يشارك هنا بميدان التحدي، بالتحديد دورة البصير 4 كيلو مترات 4 كيلو مترات المقدمة والصدارة. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، المقدمة ما زالت الفائزة وحامد بن حميد الرشيدي من يقدم أداء جميل، وتاني الأسماء وصلت الذيب وعيسى بن معيط الغيثاني من يقدم، ولكن ما شاء الله وتبارك الرحمن شكلها جميل وأداء جميل هملولة، ومحمد بن راشد بن سلامة ما شاء الله يا بن سلامة ما شاء الله بكرة جميلة، وتا رابع الأسماء وصلت ما شاء الله وصلت الله جولة، ومحمد بن حميد الرشيدي من يقدم جولة بتحدي كبير بهذا الأداء الجميل، وخامس الأسماء ما شاء الله السودانيات الأصايل الأحرار يشاركن بتحدي كبير، وخامس الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، وصلت المعجزة أحمد بن عبد الله بن علي الحمزاب، وهنالك عجاه جادين، هذه هي المعجزة تشاهدونها هي النادرة، راعية الإنجازات غادمة في رصيدها عدة سبقات، هنالك المعجزة النادرة حمد بن عبد الله بن علي الحمزة في رصيدها 4 سبقات من هذا الميدان، وترقبوها اخذت النهاية، نهايتها قوية وانطلاقتها صاروخية، اسمها المعجزة النادرة، ولكن المقدمة والصدور ما شاء الله هنالك الله الله الفائزة وحامد بن حميد الرشيدي مع الفائزة، ولكن دخول على المركز الثاني، وصلت ايضا جولة، ومحمد بن حميد الرشيدي من يأخذ جولة بأداء جميل، وصلت هنالك وصلت مشاهدينا الكرام وصلت ايضا مشاهدينا الكرام وصلت تبوكة، ومحمد بن حمد القريسي ما شاء الله القريسي ايضا يقاتل بتبوكة، واكيد هذه السودانية جاي من ميدان تبوك ويعشقه القريسي ليكون حاضرا بتحديات تبوكة، تبوكة يا القريسي. ولكن المعجزة هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، راغب يا المتراغب، وهنالك ايضا تبوكة، ولكن العين وين؟ على المعجزة النادرة، المعجزة النادرة هي في الامتار المجنونة والكيلو متر الاخير يا القريسي، ركز مع تبوكة، ولكن الله
تحركت تبوك القراسي الكيلومتر الاخير كيلو التحدي يا القراسي، ولكن ما في مفر من المعجزه النادره، هي عندها قوه وعندها تحدي يا القراسي. في الامتار الاخيره هنالك تخلي المعلق يبكي ويكورك، ولكن الله يا القراسي شد الحيل مع تبوك 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 بتحديات محمد بن حمد القريسي مع تبوك، ولكن وين يا اخواننا؟ نحن وين؟ المعجزة النادرة الاسطورة في رصيدها عدة سابقات قامت خلاص خلاص مسكت زمام الامور ما بتتلحق يا القريسي، ما في حد بيلحقها الا هنالك عدسة كاميرتنا دائما تراقبها. روح يا جاك روح عندنا عروض ممتازة، ارجوك يا جاك روح، ولكن تبوك تبوك غادمة بالتحدي والتيم مطلوب يا الحمزة، روح مع المعجزة النادرة النادرة، هي اسمها المعجزة النادرة، ولكن تبوك تحاول بالامتار المجنونة والحاسمة، ولكن وش تنتظر يا الحمزة؟ التيم مطلوب عندنا عروض ممتازة واداء جميل وتحدي ممتاز، المعجزة النادرة حمد بن عبد الله بن علي الحمزة بغيال فجاك بن جادين عجاك بن جادين، روح الامتار المجنونة والغتلة، الله يا المعجزة يا النادرة والامتار الاخيرة الامتار المجنونة، سلام يا المعجزة يا النادرة سلام، تهانينا تهانينا وخدت النهاية، يرحب بالمعجزة النادرة والعصا ما شاء الله في البطانة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ثالث الاسماء وصلت تبوك ايضا محمد بن حمد القريسي، ثالث الاسماء ثالث الاسماء وصلت غرام وهادي بن راشد بن دير، التوقيت الزمني ساعه وصول المعجزه اللي اخذت النهايه قطعت مسافه ايضا الاربع كيلومترات في زمن غرس دقائق 29 20 جزء، تهانينا والناموس لمالكي ايضا المعجزه النادره حمد بن عبد الله بن علي الحمزات، تهانينا والناموس